السلام، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نقدموا لكم المنتوج الجديد في السامسونج من الفئة المتوسطة، جالاكسي A2 كور A2 كور. كما تشوفوا في التليفون قدامكم، منتوج جديد دوب هبط، ما عندوش برشا من الهبط. تشوفوا المواصفات نتاعو، نحلوا الباكو، نختاروا الباكو قدامكم، نفتحوا العلبة، نحلوا العلبة قدامكم كالعادة، الرقم السري متاعو نيميرو 3، تليفون في اللون الأحمر كما تشوف، فما في اللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأسود. نشوفوا في الباكو وفي العلبة شنو فما. فما شارجر، شارجر عادي، مشكلة الراس يتنحى والكابل وحده، ويعطيو معاه الليكوتور. ولا شارجر لاصق، ماهوش راس وحده وكابل وحده، ولا يعطيو معاه الابرة زادا. شوفوا التليفون كيف حطولو الباتري، قلنا نحطوا له البطارية، ماهوش نحطوا له البطارية على خاطر الـ A2 يجي كامل كيما الـ A10. ولا تشوفوا، نحلوا البيوس من غاديكا، ولا نحلوا التليفون قدامكم ديريكت. ولا عند البطارية ما تنحاش، عاملينه كيما سيري A10 و A20 و A30. الهاتف تحل قدامكم، نعملو ديماراج، ديما سويفون سويفون. ولا نحلو كيما يجي، من بعد نختارو سويفون سويفون. و ماتنون و رابيد، التليفون ماهوش ماهوش رزيل. ولا تحل فيسا فيسا، ما قعدتش برشا باش تحل. ولا تشوفوا الديزاين نتاعو، شوف الاكران فيسا فيسا. نحكيو على تليفون، تليفون نزل في اول جوان 2019، حجم الشاشة نتاعو 5 بوص، خمسة ديسبلاي كما تشوفوا الاكران، تاي ديكران. شوفوا الديمونسيون تاع الاكران، عنا طول 141 مليمتر على 71 مليمتر. لوبيسور نتاعو فيه سليم ثينك ديزاين 9.1. كما قلنا تليفون دوبل بيوس، تركب له كارت ميموار. نشوفوا قداش فيه ميموار تليفون، ندخلوا على كونيكسيون افيشا سمارت، ندخل على السيستم. ابروبو دي تليفون، فوالا مصبوب فيه 8 اندرويد 8.1 اوريو، ماهوش 9 الفيرسيون المصبوبة كيما تشوفوا قدامكم. فوالا بالنسبة للميموار ستوكاج، فيه 16 جيجا ميموار، قواو فيه شوية بارابور للجرون برايم بلاس والجي 3 والجي 2 كور. ديما السيري A قوي فيها، ما عادش تبدا 8 جيجا 8 جيجا وات، ولاو من 16 وانت طالع كيما الـ A10 ولا 32 جيجا. بالنسبة للـ A2 كور 16 جيجا ذاكرة داخلية، 16 جيجا ذاكرة داخلية.
بالنسبة لل قلنا اندرويد 8 مصبوب فيه البروسيسور اوكتا كور 1.6 جيجا هرتز، نجمو نحطو له كارت ميموار حتى 256 جيجا، ما يهزش برشا معناتها الميموار، نجموش نحطو له 512 ولا انتيران. بالنسبة للرام فيه 1 جيجا دو رام، 1 جيجا دو رام كالعادة ما بدلوش، 2 جيجا دو رام موجودة في الاديس في الا10، هنا نمشيو الكاليتي ديماج، حلو التصويرة شوفوا نجربوها. ولا كما تشوفوا 5 ميجا بيكسل، 5 ماهيش 8، عاملينها 5، ما فهمتش علاش طيحوا فيها، هذا اللي يزيدوا طيحوا فيها. هو جي دو كور 8 ميجا بيكسل 8 ميجا بيكسل، ومن القدام 5. بالنسبة للسيلفي نجربوا قدامكم السيلفي، هنا كما تشوفوا 5 ميجا بيكسل. شنو هما لي زوبسيون اللي فيهم؟ كي العادة هذمك هما ما تبدلوش، عندها 5 ميجا بيكسل من القدام و 5 ميجا بيكسل من التالي، فلاش 1080 بالنسبة للفيديو بيكسل. ولا فيه واي فاي 802، بلوتوث 402 4.2 كالعادة، فيه راديون. بالنسبة للشارجر، شارجر يو اس بي عادي. بالنسبة للبافل من الفوق كالعادة كما تشوفوا التليفون. بالنسبة للإكران نرجعوا لها، الإكران يستعملوا فيها ال تي اف تي، ماهيش الاموليد، تي اف تي فيها 16 مليون كولور. ولا سعره في تونس 349 دينار، نحكي على الباتري زاد فيها 2600 مليون امبير. هنا كما تشوفوا مش قوية برشا الكاميرا، هذا في البلدان كيما اوروبا تقاها 70 اورو، ماهوش رزين زاد خفيف، تليفون خفيف، اما حكاية 53 جرام 50 جرام هكاك. هاتف ماهوش خايب، الفئة المتوسطة، نجمو نقارنوه بالإيكغيك 5 لايت في الهواوي، نفس لي زوبسيون شبه لبعضهم برشا، واقوى من التليفونات اللي كانت تصنع فيهم سامسونج اللي هما جي دو كور ولا جرون برايم بلوس، قوات شويه في الميموار. وكان ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تنعملوا مقارنه مرة جايه مع الهواوي ولا في الاوبو ولا ماركات اخرى. على تليفون كما تشوف الكولارات، قلنا فما في الازرق والاحمر والاكحل. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والى اللقاء.